بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم اليوم هذا المخلوق الذي يشهد على عظمة الخالق. سبحان الله قدرة الله أحيانا دائما تتجلى في المخلوقات الصغيرة جدا وفي المخلوقات الكبيرة طبعا ولكن المخلوقات الصغيرة محيرة بالفعل. هذه الصورة ليعسوب يعني انظروا دقة هذا هذا الكائن سبحان الله. الصورة تبدو أوضح هذا اليعسوب أيها الأحبة له جناحين رقيقين جدا لدرجة أنك تراه شفافا كل جناح يتألف من طبقات يعني هو يتميز بعدة أجنحة ليس جناحين فقط جناح وجناح عدة أجنحة الطريقة التي تعمل بها هذه الأجنحة حتى ينسق هذه الحركات فلا يقع طريقة حتى الآن حيرت العلماء يعني كيف تستطيع هذه الحشرة التي مثلا طولها أحيانا خمسة سنتيمتر أو أقل كيف تستطيع أن تتحكم بحركة هذه الأجنحة وبهذه السرعة وكيف تستطيع أن تقلع دون على الرغم من طول جناحيها وطول الذيل لا تصطدم بشيء هذه الحشرة لديها يعني طريقة فريدة من نوعها في الإقلاع، لم يستطع البشر حتى الآن أن يقلدوا هذه الطريقة. طبعاً أيها الأحبة، أنا فقط سأرى هذه الصور الحقيقة المحيرة فعلاً، يعني هنا أنا لديّ صورة لعيني اليعسوب، أحبتي العينين. انظروا هذا الرأس، معظم حجم الرأس عبارة عن.. عينين سبحان الله وكل عين فيها آلاف الأعين الصغيرة يعني ها هذه آية من آيات الله حتى الآن العلم لم يستطع أن يفسر كيف تطورت هذه الأعين فيما لو كان هناك تطور يعني لو كان التطور صحيحا فسروا لنا كيف استطاع اليعسوب أن يطور ها هذه الاعين المركبه التي تحوي الاف الاعين الصغيره او الاف العدسات وكيف يستطيع ان ياخذ الاف الصور من عدسات عينيه ثم يجمعها في دماغه ثم يقوم بتركيبها على بعضها ويتخذ القرار بسرعه تفوق سرعه الدماغ البشري يعني لديه قدره ولديه ردود أفعال أسرع بكثير من الإنسان كيف يستطيع ذلك؟ ما هي الآلية التي تطور بها؟ يعني أنا أنا حقيقة أحب من أي ملحد أو مشكك أو أي إنسان يقتنع بالتطور أن يخبرني كيف جاء هذا النظام الدقيق؟ يعني نحن اليوم لو أردنا تقليد عين اليعسوب ليس العينين عين واحدة عين واحدة فقط وجئنا بثلاثة آلاف كاميرا وأردنا فقط أن نوصل هذه الكاميرات مع بعض ثلاثة آلاف كاميرا ثم نخترع جهازا يستطيع أن يكون له ثلاثة آلاف مدخل كل كاميرا لها مدخل ووجدنا جهاز كمبيوتر ضخم يستطيع أن يأخذ هذه الصور ويركبها معا لأن كل كاميرا تلتقط صورة مختلفة عن الاخرى ايها الاحبه. طيب لو استطعنا ذلك وقمنا بتركيب هذه الصوره، هذه الصوره تحتاج الى معالجه ورد فعل وتحليل. واذا استطعنا ان ان, أن نخترع برنامج لمعالجه وتحليل الصور وتركيبها على بعضها، هل تعلمون ماذا سنحتاج؟ سنحتاج الى فريق من المصورين وفريق من التقنيين وفريق من مهندسي الكمبيوتر. وفريق من الخبراء، وفريق من المبرمجين، وآلاف من الناس يشتغلون ولن ينتجوا إلا واحد بالمليار من دقة هذه العين، واحد بالمليار. طيب كيف تقولون جاءت عن طريق التطور العشوائي؟ أنا يعني أريد أن أفهم كيف تقولون؟ ثم إن عين اليعسوب كما يقول علماء التطور أنفسهم علماء التطور أنفسهم هم من يقول إن يعني عدد الألوان التي يميز بينها اليعسوب أعلى من الإنسان بثلاثة أو أربعة أضعاف مجالات الألوان التي يراها اليعسوب أقوى من الإنسان يعني عين اليعسوب أقوى من الإنسان طيب نحن أنا سأقتنع معكم أن نظرية التطور صحيحة أخبروني متى خلق الإنسان ومتى خلق اليعسوب حسب الدراسة التي تحدثنا عنها قبل فترة، وهي أكبر دراسة في عالم لمحاكاة تطور الحشرات، هذه الدراسة أيها الأحبة أثبتت أن هذا اليعسوب على الأقل كان موجودا قبل 200 مليون سنة، على الأقل، وكان شكله هو نفس هذا الشكل، وكانت عينه هي هذه العين، لم تتغير. كذلك الذباب وكذا دراسة طوي... كبيرة جدا شارك فيها علماء من الصين شارك بها واستخدم فيها سوبر كمبيوتر عملاق بحجم مبنى يعني هذا هذا اليعسوب ايها الاحبه خلق لنقل قبل 200 او 300 مليون سنة طيب المفروض المفروض أنه خلال 200-300 مليون سنة حسب القوانين التي وضعها داروين وهي ليست بقوانين هي أفكار وضعها قانون الاصطفاء الطبيعي وقانون البقاء للأفضل والأصلح والكذا والكذا ينبغي أن يكون لدى الإنسان عين تتفوق بملايين المرات على هذه العين نجد العكس هو عين اليعسوب تتفوق على عين الإنسان بكثير من حيث السرعة من حيث معالجة البيانات أو الصور القادمة من حيث ردود الأفعال وتركيب الصور على بعضها و... لديه قدرات خارقة وهو وجد على الأرض وتطور كما تقولون قبل 200-300 مليون سنة أو ربما أكثر طب أنا أريد أن أفهم ما هذا التطور الذي يرجع بنا للخلف تطور عشوائي لذلك هذه العين والله أيها الأحبة هي فقط هذه العين كافية لنقد نظرية التطور، انظروا انظروا هنا احبتي في الله انا هذه الصورة تعجبني. انظروا الى الجناح، هذا الجناح. يا اخي والله الانسان لديه عقل يفكر، هذه مصادفة يعني انا اريد فقط التركيبة هذه لو اردنا ان ناتي بمهندسين الان. ليصنعوا لنا أو ليصمموا لنا الشبكة بهذا الشكل فيها هذا هذه هذه الأضلاع وهذه الزوايا وتحقق نفس المتانة طبعا لا يستطيعون لا توجد مادة في الطبيعة تستطيع الآن لا من الحديد ولا الفولاذ ولا البلاستيك ولا أي مادة تستطيع أن تخترع بها جناحا يشبه جناح العصفور لا يوجد طيب هذه هذا التصميم فقط انظروا الى قوه التصميم هنا تشعر وكانك امام فولاذ مقوى ومركب بطريقه طريقه الهياكل العملاقه هذه طيب هذا مصادفه تقولون مصادفه اليس فيكم رجل رشيد سبحان الله يعني انا هنا ختمت بايه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين انظروا أيها الأحبة إلى هذين الجناحين وانظروا هنا إلى قوة إقلاع هذه الحشرة انظروا الأجنحة كيف لديها يعني دقة في التوازن وفي التنسيق تنسيق الحركات أنا أقول لكم يعجز الكمبيوتر عن تقليدها يعجز تماما، انظروا إلى حوادث الطيران الطائرة يوجد لها جناحين فقط وثابتين لا يرفرفان، على الرغم من ذلك هناك حوادث كثيرة طيران على الرغم من كل التكنولوجيا المتطورة هذا اليعسوب هل رأيتم يعسوبا يعني لديه مشكلة في في الإقلاع أو في الهبوط أو في الطيران أو في التوازن لا يوجد لماذا؟ لأنه خلق الله لذلك ايها الاحبه والله يعني يعني الانسان عندما يتامل هذا هذا المخلوق هذا الكائن الحي لابد الا ان يشهد بوجود خالق عظيم منظم لهذا الكون خالق حليم عليم حكيم سبحانه وتعالى ويشهد ان الله هو خالق كل شيء وتحدى المشككين والملحدين هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والحمد لله رب العالمين